جانبية، مش هي البوابة اللي احنا دخلنا منها على فكرة، مش هي البوابة الرئيسية. لفت نظري ان حضرتك مكتوب على البوابة ممنوع الدخول مطلقا. اسمح لي أسألك، هو مين اللي حضرتك مانع دخوله هنا المحمية؟ أنا مانع من الدخول بنسبة كبيرة جدا أي حد داخل حياتي الشخصية والعائلية الصغيرة، يعني العائلة الصغيرة بتاعتي. أتكلم عن العائلة الكبيرة بتاعتي كويس جدا، إنما حياتي الشخصية أنا شخصيا كحياة شخصية بقى، مش كحياة بقى المؤرخ والعالم والحاجات دي، لا، الحياة الشخصية بتاعتي أنا كالعبد لله بسام الشماع هي دي اللي ممنوع الدخول، فتفضلوا بها بدون مطرود. مهم جدا جدا لكل إنسان مننا هذه المساحة الشخصية ومساحة الخصوصية. الكاتب والمؤرخ الأستاذ بسام الشماع، اسمح لي حضرتك وإحنا مكملين جولتنا هنا في المحمية، أنا لافت نظري النتيجة دي اللي على الحيطة، هي نتيجة لطيفة جدا، بس لافت نظري إن هي فيها ورقة واحدة، والتاريخ اللي فيها ده مش تاريخ النهاردة على فكرة. إيه اليوم ده؟ إيه اليوم اللي حضرتك مثبته في ورق النتيجة على جدران محميتك؟ هو يوم 10 رمضان، ده ربما يكون أهم يوم في تاريخ مصر الحديثة كلها من وجهة نظري أنا كمؤرخ، لأنه اليوم الذي استعاد فيها الجيش المصري كرامته وهزم الصهاينة في معركة 10 من رمضان الشهيرة سنة 73. استحطني أهلي وأنا عندي 11 سنة، أتذكر كويس قوي، إلى الجبهة بعد وقف إطلاق النار، وشفت خط بار ليف وعبرنا قناة السويس، فأصبح عندي كل انتصار وكل إنجاز ربنا بيكرمني بيه في حياتي بيبقى عبارة عن عبور آخر وعبور ثاني. أيضا وروني الدبابات ووروني آثار هزيمة العدو، وده منظر عمري ما هنساه في حياتي، حفر في مخيلتي وفي ذاكرتي ولا يمكن هنساه في حياتي أبدا، لأنه منظر مزيج من الفخار والكرامة والانتصار. وأتذكر كويس وأنا عندي 11 سنة في الإسكندرية، كانت الناس لما تعدي قدام والدي كانوا يقولوا صباح النصر يا دكتور. دايما في انتصار يا رب. أستاذ بسام الشماع، من بعيد سمع صوت جاي من سماعات منتشرة في المحمية عند حضرتك، يا ترى إيه الصوت اللي أنا سمعاه من بعيد ده؟ ملامحه إيه؟ ده هتلاقي حضرتك في بعض الأحيان بيلعب موسيقى الهارب، لأنها آلة موسيقية مصرية قديمة هادئة بتبعث في نفسي بالهدوء وبالشموخ وبالتفكر وبالعمق وبالأنامل، الأنامل التي تلعب على هذه الأوتار وبالكفاءة، لأن أنت لازم تبقى كفء قوي عشان تعرف تطلع موسيقى حلوة من هذه الآلة الضخمة الكبيرة، فهي فيها صفات ومميزات بالنسبة لي أنا مفيدة جدا لشخصيتي، يعني تقابل شخصيتي. وبعدين هتلاقي لما بتيجي تتغير الموسيقى دي تتغير إلى أغنية مصر تتحدث عن نفسها للراحلة أم كلثوم، ووقف الخلق عندما تقولها، بشعر بجد أن الخلق وقف، هي خارجة من قلبها يعني بشكل كبير قوي. وأخيرا هتلاقي برضو بعض الأغاني الحديثة زي أغنية يا محروسة للمغنية الجديدة نسمة محجوب، هتلاقيني بكررها كتير جدا، أو هتلاقي الأغنية الهيروغليفية ترنيمة إيسات إيزيس اللي لعبتها الأوركستر والكورال والمغنية السوبرانو في موكب الجثامين الملكية في يوم 3 إبريل. وأعتقد أن أنت هتلاقي هذا المزيج بين كل هذه الدروب المختلفة لفن الغناء أو فن الموسيقى يعني. وإحنا ماشيين ويمكن قربت جولتنا على الانتهاء، لكن ملاحظة، مكان جميل قوي وستاند حضرتك حاطت عليه ألبوم صور، ألبوم قيم وجميل، يا ترى إيه محتواه؟ صور الطفولة من وأنا بيبي، يعني أنا من الناس اللي يعني بفرح قوي لما ببص على صوري
وانا لسه طفل بتتكلمي في 3 سنين وفي 4 سنين. في صور تانية ممكن تبقى اقل اهمية عند الواحد، لكن الواحد يقعد يبص كده ويشوف مراحل حياته ازاي سبحان الله في الخلق، ازاي هذا يعني هذه النطفة التي تحولت الى هذا الرجل ذو المترين الا ارتفاع، وصال وقال وسافر واتى وذهب ورحل وجاء، يعني الانسان يقعد يفكر كده ويتفكر في الصور دي ويقول سبحان الله يعني الانسان بيبقى ايه وبيتحول لايه. فالحقيقه فيها نوع من انواع التفكر الحقيقه، يعني حاطط على برواز جمله بتقول اقرا الماضي لكي لا تكرره في المستقبل. يعني ما معناها؟ اخطاء الماضي اقراها وذاكرها كويس وما تكررهاش تاني. اما اللي هي فايدة التاريخ ايه؟ فايدة التاريخ ان انت تكون قد تعلمت من الماضي. سنتيانا له جملة شهيرة، هؤلاء الذين لا يقرؤوا الماضي سوف يعاقبون باعادته. وفي اللي جنبيها بقى البرواز اللي جنبه بقى بيقول ايه بقى؟ ابدأ من حيث انتهى الاخرين. يبقى هنا مش ان انا بقول لك ما تعملش حاجة من الماضي، لا، ده انا بقول لك ما تعملش عيوبك في الماضي، ما تكررهاش تاني، او ما تكررش عيوب اللي انت التجربة اللي انت شفتها عند الاخر. لكن انت ذات نفسك بقى شوف اخر واحد وصل لايه في المجال اللي انت بتتكلم فيه ده، وابدأ من حيث هو انتهى لكي تتقدم انت. وهكذا كانت مراحل التاريخ، يعني اليونان تعلمت من مصر، والعرب المسلمين تعلموا من اليونان وعلموا العالم، أندلس علمت العالم، القدس علمت العالم، الشام علمت العالم، بغداد علمت العالم، مصر علمت العالم، اليمن علمت العالم، وهكذا المغرب وتونس قيروان وفاز ومكناز وسوريا والشام والعراق شبه الجزيرة العربية، يعني طبعا كله في هذا له أيادي بيضاء. الحقيقة الأستاذ بسام الشماع، بناخد دلوقتي طريقنا للخروج وانتهت تقريبا رحلتنا، ولكن عايز أسأل حضرتك من ساعة ما دخلنا من البوابة الرئيسية وماشيين في كل الجولة دي في المحمية، وأنا ملاحظة إن في لافتات صغيرة حضرتك معلقها، لافتات تحمل كلمات قليلة، جمل مركزة جدا قد تكون هي خلاصة التجربة وعصارة الحياة. تقدر حضرتك تستعرض معانا بعض هذه اللافتات، بعض هذه الجمل المركزة؟ في برواز آخر في الجنب هناك اهو زي ما انتوا شايفينه، ده بقى مكتوب عليه كلمة واحدة من حرفين، عد. يعني أي واحد، أنا بنصح أي واحد يكون قد خرج خارج نفسه، أي واحد يكون قد انسلخ من نفسه، انسلخ من شخصيته، هاجر من روحه، هاجر منها، ارتحل منها، سابها، وراح عمل حاجة غريبة مش بتاعته ومش بتاعت روحه ومش بتاعت عاداته ومش بتاعت تقاليده ومش بتاعت دينه ومش بتاعت بلده، سواء بقى كان فعل، لبس، أداء، صفات، كل ده. عد إلى الصح، عد إلى الحقيقة، عد إلى العدل، عد إلى الأدب والأخلاق، عد إلى حب الوطن بحق وبفعل على أرض الواقع وليس بكلام وأغاني فقط، لنرجع نتبوأ مرة أخرى مركزنا وسط الأمم كما كان في الماضي. وهذا لو تدرون ليس بعيد. بسام رضوان الشماع، المؤرخ وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية وعضو اتحاد الكتاب المصري والمرشد السياحي، صاحب موسوعة البحر. شكرا جزيلا لضيفي الكاتب والمؤرخ ومحب التاريخ والمصريات الأستاذ بسام الشماع، شكرا على استضافتي والسماح لي في التجول بحرية وبراحة نفسية شديدة في محميته كمتحتب. شكرا على كل ما هو قيم وغالي أنا شفته هنا في محمية حضرتك، أشكرك جدا للحفاظ عليه، كل الشكر وتصبح على خير. أصدقائي المستمعين،
بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق السهرة سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات السهرة على الفيسبوك، على جروب مستمعي إذاعة البرنامج العام، وعلى صفحة برامج منى غانم والناس. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع محمية طبيعية مع تحيات منى غانم.